قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. لماذا؟ لتسكنوا إليها. الزواج سكن ماشي الشهوة، ولو كان الشهوة فين العيب؟ واحد زوج باش يقضي الشهوة ديالو في الحلال، فين هو العيب هنا؟ بل هذا من رجولته، من تمام رجولته. وإنما هو الزواج كما سماه الله عز وجل سكن. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالزواج سكن. أما قل لك أخو خصني نزوج عنده 17، قل لك شو باقي صغير، هو ملهوف على الزواج، هو ملهوف على السكن، الراحة. كاين شي واحد كره الراحة؟ تا واحد، كما كان الصور السكن. أما باش تقول الشهوة، النهار شحال فيه من ساعة؟ 24، ملي كيزيدوا ساعة شحال كيرجع فيه؟ 25. أنت أحسن من عرفتش تحسب النهار شحال فيه؟ ملي كيقولوا زيدنا ساعة شحال كيرجع؟ إيوا النهار فيه 24 ساعة، واش غيقضيها كامل الآخر في الشهوة؟ لا، ساعة من 24 ساعة، ساعة واحدة، والباقي لتسكنوا إليها. السكن، الطمأنينة والراحة النفسية والجسدية والعقلية، الإنسان مزوج مرتاح، السكن. فلهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. خير متاع الدنيا، عندك الجولف، الأودي، الفيلا، الفلوس، تمتعتي، سافرتي، ولكن هالشي كامل الدنيا متاع، هو هذا. ولكن خير متاعها المرأة الصالحة. فانت باش تطيح في هذه المتعة خاصك تختار المرأة الصالحة اللي قال عليها الرسول صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع. تنكح أي تطلب للزواج، النكاح هنا أي الزواج. تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولنسبها ولدينها. فاظفر بذات الدين. وذات الدين شكون هي؟ الخمار عين محنيين صافي، والحجاب تقدر تكون هيداكم شرملة. لا، يكون عندها الخمار والحجاب مطلوب والسترة، ولكن في نفس الوقت خصو يكون القلب ديالها. ماشي اخويا كتجبرو كيختار على الكاروسرية والموتور زيدك، واش عندك كاروسرية كلشي جوانب دلوموني، ولكن الموتور في الجيطة مهلوك. شنو هو القلب؟ كيمشي زوج اخر بنت القلب ديالها ماشي هو هذا، ما فيهش الحياء وما فيهش الخجل وما فيهش تخوف الله والحياء والحشمة والتوقير الزوج. ادفر بذات الدين باش تعيش ديك المتعة الحياة، وانت كذلك باش تحصل على هذه المتعة هذه خصك تكمل بديك الكلمة اللي قلتي: نهار الاولي ما مشيتي تخطب. اي واحد مشى يخطب كيقول شي كلام، ولكن اش غايقول؟ غايدخل غايقول لبابا: هذه عروسة عمي، بنتك عجبتني سنة، عطيها لي نديها معايا. هذه خطوبة. ولكن دازت لها واحد الهضرة، اش غايزيد لها؟ عمي بنتك عجبتني سنة، عطيها لي نديها معايا على سنة الله ورسوله. إذا قال هذا الكلام باباها غايفرح، إمها غتزغرت، هي غطل المراه حروق، وغتقول خلاص مشيت تشوف واش هذيك اللي عنده هنا الزبيبه ولا الحبه. هذيك الزبيبه انت ملوحه، كاينه واحده هنايا، منتشره نشوف هذيك الدوره خاتينا على الغش. والمراه فرحانه علاش؟ لان قال واحد الهضره، قال على سنه الله ورسوله. هنا خصك تكون في الخطوبه على سنه الله ورسوله، في دار الصداق، في الزواج، في السابع، في الحياة ديالك مع هذا المرأة. باش نهار اللي كتزوج وتجيب المرأة ديالك للدار كتستمتع بديك الحياة اللي كنتي كتفكر. شوف اليوم هذه الليلة شنو الاسم ديالك؟ سليمان. اليوم سلمتوا على سليمان كاملين، خاي سليمان الله يكمل بالخير. أي واحد في الداخل ديالكم كيقول فوقاش غيجي هذا النهار، حنا ولبسوا هذيك الجبادة راه حنا ندفيك على الليلة غتكون، ولا كاين واحد كيتمنى؟ أي واحد. واش فهمت؟ أي واحد كيتمنى هذه الليلة هذه. مين كتشوف هاد الجبادر ومن بعد غتشوف سليمان ماشي هو المرا ديالو عرايس ويلاه زوجو في الشارع وشاب رافي وفرحانين، عاود غتشوفها تقول يا اخي فوقاش يجي هذا النهار وتالا وخرج هكذا. عاود غتشوف سليمان بالعائل بيبي في الكارو ديالو كذا، وكيتسالا هو المرا العويل سالا ولا العويله، عاود كتقول فوقاش انا نعمل، وانت ماشي هكذا وكبار وخارج مع الزنقه كيلعب مع، وانت كتشوف، وانت كتشوف عندك 17 و18 و20 وانت كتكبر تقريبا 25 مثلا ولا 27 تزوج، ديك من 17 10 سنين وانت
كتمنى وكتدعي وكتقول يا ربي فوقاش غيجي هذا الوقت، ولكن عندك تغلط وتخطى الطريق وما توصلش لديك المتعة. تزوج ولكن ما تعيش ديك الحياة اللي قلتي كنخطط لها السعادة، ونمشي من الخدمة ونجبر المرأة ديالي في الدار وكذا، ونخرج نتسالى ونقول لي الله نتعشاو اليوم مع يماك، وغدا نتعشاو مع الوالدة، وهذا السبت غنمشيو نقصرو مع الوالدة مع النسيبة. ديك الحياة باش تنجح لك على سنة الله ورسوله. كمل بديك الهضرة، حاخر كتجبر مورا العرس ديالو، جاز العرس تسالات العطلة، مشى للخدمة، جا من الخدمة خرجت السبعة من الخدمة، السبعة ونص غيكون في الدار، كيجي كيجبر المرأة ديالو لابسة واحد اللبسة واعرة، وعاملة الماكياج ويكحول وكورونية، والفوطة ديالو معلقة في الدوشة وتشنكلات القومة وكلشي متول، كيدخل كيدوش مع الداخلة كدير العود تقول له توحشت لك نهار كبير هذا، والدار بلا بيك خاوية. الزوجة الصالحة خير متاعها المرأة الصالحة، واش خير متاعها أخرى حمقى؟ ما والو، خير متاعها المرأة الصالحة، وصالحة في كلشي، في الطياب، في العبادة، في الصلاة، في الفراش، في الزنقة، في كلشي صالحة، في التزين، في كلشي ديالها كتكون صالحة. ماشي صالحة العبادة والصلاة وانا ضيعني، لا، صالحة في كل حاجة ديالك تجبرها عشرة على عشرة. جا للدار جبر المرأة مسكسة كذا مجدلو، وفين مجدلو اتي والحلوة واتي طري، سبعة خرج من الخدمة، سبعة ونص كيكون في الدار، سبعة وربع طيبت له اتي باقي طري، خلينا من الفنيانة الكسلانة كيقول لها اتي، كتقول له نسخر لك هذاك دو الصباح، وهذاك رجع احمر بحال تينتو، شحال نسخر له في تينتو، وهذا يوجد في تسعة دو الصباح، عطيه للراجل في السبعة، سبعة ونص حمقى ما حشمتي، كاين مسا هكذا، وطيب ماكلة بيته، وعطيه أي حاجة، واش فهمتي حاجة حمقى تسخنا له، لا، المرأة اللي ذكية، خير متاعها المرأة الصالحة، تسكسك هذا اللي ينجح له الزواج. اللي قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا نظر إليها أصرته، شنو زعما أدخلت عليه السرور والبهجة والفرحة، كيجي للدار كيرتاح في الدار ديالو، إذا خرج يخرج يصلي العشاء ويرجع للدار عاود السبت والحد في الدار كيرتاح سير، واخذ راحته في داره، علاش نجح له الزواج. أرى تشوف اللي منجح له شي الزواج، جا للدار ما جبرش المرا، شكون جبر؟ جبر خا احمد الميكانيكو، مريشه والشعر خارج بهنا مريش، والريحه بالبصل والليخيه، واش مع الداخله كتقول له البوطه تقاضت، النبيله تخسرت، الضوجه ملك راه كيفتش عليه، كيجهل ويشعل ديك الباب ويخرج، لا غيمشي. كيمشي للقهوة كيشوف هذاك يقول له الساعد اجي نعمل لك عقلك في بارشاش، انت عندك العقل باش تعملو للناس، ويبقى يلعب بارشاش هي كاملة الليل، وصاحبو كيقول له مالك مغير، كيقول له واحد في تشبقة لي في الدار والسينكو ما بغاش يجي، اللي عندك في الدار بالستة وما تخرجهاش جيتي لعب بارتي مشيت الليل كيقرصو نمشي نجبر ديك الشبيره نعزات، علاش ما تبرطوش؟ غتلقى كامل ويقول له فين شتعب بارتي شنو جبتي وغادي نمشي وخصني تشري لي، هو كيمشي معطل للدار باش يجيب راه نعسات ويدخل شويه الفراش وينعس، هذا الزواج هذا، لا الزواج هو اللي قلت لك، وتا هو عاير خصو يدور براسو. المشكل ديالنا اخر كيزوج وعينو كتعشق المراه تكون مزيانه ولابسه ومكياج وكذا ودايره براسها، وهو خصو عاهية تعمل له هو. لا، ابن عباس رضي الله عنه يقول إني أحب أن أتزين لامرأتي كما تتزين لي، هو كيعيش بمرأته تزين له تاوي تزين له باش تشوفه. احنا لا أخر مورا العرس كيدور في الدار بالصر ولد العلة مقطع مهما ومرا بيدها خصها تشوف المزين، لا كيدو عامل كورونيا ب 20 درهم الحومه ما يعملوهاش، واذا هذا من هذا يعمل الفريط احسن لي غير ريحه الليمون والدوار، عامل لي كورونيا، عامل كورونيا 30000 50000 500000 اذا عندك، وزول ديك الفكره اللي كنشوف احنا بنادم اخر كيهز بالكلاس كيقول له ابا على كلاس، كيقول له الناس ديك الفلوس عايشين معذبين، صافي خا الفلوس عايشين معذبين، معذب هو المزلوط هذاك هو اللي معذب، قال لك معذبين فيلا والكلاس والاودي والاخريه وكذا والتوازع والبيسين، هذا معذب هذا، ولكن شكون اللي معذب؟ معذب اللي ما متقيش الله، اخر عنده مليار وكيصلي ويصوم وداخل سوق راسهم كيعبد الله الحياه، واحد مزلوط فاقر وكيعبد الله المتعه، باي وخا ما عنده شيء الرضا القناعه،
مضيعية، ولكن صابر الحمد لله. كاين ديك القناعة، ولكن حنا اللي كنقولوا الناس الفلوس عايشين معذبين. لا، اللي معذب هو المسخط، حازق معذب لاباس عليه معذب. كنعرف اخو ما عنده تاريخ المسخط كاعي ساخط في الحياة، وكنعرف اخو انا كنعرف شي ناس الفلوس مهرقة وهو مسخط كاعي على يجي نتاعها. هاي المشاكل الضنك الاكتئاب مريض ما كينعسش، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. التقوى حنا اللي كنقولوا للناس ديال الفلوس وكذا، لا 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 ابدا. الانسان يحاول انه يتهلا في راسه. قدرتي تشري كورونيه ب 500,000 شريها، ولكن ما قدرتيش على الاقل شري شي حاجه مزيونه، 30,000 فرانك، 40، 20. ما شريش انت كورونيه ديال الحومه، او لا كاين ديك هذوك اللي كيقيوها بعض الاخوان اخرين. الله كيربي اللحيه يومين، اش كيقي اول حاجه كيمشي يشري ديك كورونيه، ديك العطر ديال الحومه القرعه الصيفه، يحك هنا زعما الايمان والتقوى، يحك تصلي قدامه تجيك الشقيقه في السجود تقول من بيت الاحرار، ما تقولش لك ربي الاعلى بدو خاطر. واحد قال لي صلى قدامي واحد عامل ديك العطر ديال الاخوان وكذا اللي كيتباع مع باب الجامع، قال لي اعمل لي الشقيقه. قلت له، قال لي صلى قدامي وحصل فيه. قلت له انا نبدل الجامع ماشي على الصف، الحومه نبدلها لخويا ندينا. قال لي صلي اخو قدامي اعمل ديك الرايه ونكمل معاه الصلاه. في الركعه الاولية الثانية كاع، في الثانية نخرج ونمشي الليل نعاود، الله اكبر، ندخل في الطرف ديال الجامع. انا نبقى قدامه انا يعمل لي شقيقة في راسي، عامل لي انت الريحة الحومة غادي فايفة وعاملة مجرد. لا لا، عمل ماشي الجامعة، عمل الماركة. حتى لما لازم صلى قدامك يبقى دائما يجي يصلي قدامك، يقول لك السيد المهدي شي كورونيه واعره عندي في الدار ديالك. كذلك سكسف وحلق، حلقه كيحسن دابا 10 دراهم 15 20 درهم، كاينين كاين مول 10 دراهم كل سيمانه، جوج سيمانه تحسن بزاف 20 يوم. لا كتجبر اخو الروف الشعر ديالو مريش في الدار، حتى المره كتشوفك محلق. وكاين اللي كنقول لهم دائما اخو راه صاحبي عنده تحت يدو الراس مارسيلو، والله يا اخي الغابة الحل في ذات خالد ما ينكلف، ما كيهضر معاك يقول لك دور خلوق دور خلوق، زعما فهمتي المثالية انت غيشارك بالمليون في المومدي، كيفاش دور خلوق؟ مش حاسن اصاحبي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ديك الشعر ما يفوتش 40 يوم، هو شحال فات 40 عام من مسيرة ما حسن، من 75 ل 2017 42 سنة ما حسن. احنا المنكر شي سكسف وكذا كما كتبغي المراه ديالك الدور، وبزاف ديال المشاكل كيوقعوا وحنا لا عيب حرام ما تقولش. اخر مرا الزواج اذا دخل للدار ومراته عملت له شي تشبيره غتبوسو، يقول دي عينك هذه مكوزه. واذا ما بيستوش ما تحلو حال المراه تبوسو واحلى ما تبوسوش واحلى. لا مورا العرس انت ما تجيب، اقول عرفتي اش كاين؟ بوس مع راسك، والله ما نقول لك شي حاجه. خلي المراه تثق فيك، خلي المراه تعمل الحريه ديالها في الدار ديالها، تعمل معاك اللي بغات، ماشي انت ساكنه معاك المراه وهي موسوسه. علاش عندك دروي فيها شي حاجه، عندك كذا، عنده يقول عندي نطلب منه نقول له لبس هذه الحاجه كتجي معاك، يقول هذا. كاين اخر مره لبست شي لبسه مزيانه، يقول علاش هذا اللبسه ولا كذا، وهذا اللبسه فلان فلانيات وكذا. واحد لبست المراه ديالو هذيك، قال لا زول هذا اللباس العاهرات، وقال لا كلمه العرق قالها في الدارجه ديالنا، قال لا زول هذيك المراه كتلبس له، وهذه عقد. فلهذا الانسان يحاول انه يعيش على سنه الله ورسوله. ولهذا حنا كنقولوا الوالده سموه هكذا، علاش؟ كيقراو، اقرا اول ايه نزلت من السماء للارض، القران فيه اكثر من 77,000 كلمه، اول ايه اقرا. حنا ما نقراوش، الكوار لا يسلم في الظهور في العصا يبدا يقرا يتعلم. حنا لا، كتجبر اخو عنده 40 سنه شنو عنده من الاسلام؟ جوج ديال الحاجات، تسمي عبد الله وطه صافي، شي حاجه اخرى ما عارفش. عارف نيمار 222 دا باريس سان جيرمان مع داني البس، ومولاه شكون فلان المدرب ديالو هو اللي كان كيدرب سيبيا وما نعرفهاش وكيجيب لك. عارف ولكن على الدين ديالو ما يعرفش، ولذا كتجبرنا حنا الدين ديالنا دابا. هذه غنقولها لكم، ديو هذه الليله هذه، ديو هذه هاد العبادات والاسلام اللي كتشوفوا كنعملوا حنا ثقيل وصعيب. علاش؟ ماشي صحيح مزور الاسلام اللي صحيح هو اللي جابه الرسول صلى الله عليه وسلم، ساهل. ولذا شحال واحد دابا الصلاه كتجيه ثقيله، الصيام العبادات الالتزام، اخرى كله تستقم تشبر الطريق يقول لك
كل شيء نحرموا كل شيء. لا لا لا، هذوك المغاربه، المغاربه عندنا العقده من السعاده. احنا اخو كيجبروا نهار قزلو مزيان في اللي كيجي المور وخصو ماشي منتف كيمشي نهار الدنيا د العشيه وباقي ما بدلش الدنيا، خصو يخلق شي منتف. واش عندك كتشوف فيا مالك ما شفتكش؟ خصو يخلق شي مشكل. علاش ما عندناش مع الراحه وما عندناش مع المتعه والسعاده والفرح؟ جبر اخر جالس هو ومراته والنسبه ديالو كيتهاودوا، والضحك والنشاط هو كيتناقشوا مع النسبه ومراته. ماش طالين واحد الليله مي كيساليو كيقولوا الله يخرج هذا الضحك بيه، زعما كانوا جايبين واحد خينيبرة او لا خطابي او لا قرقوبي وغيخرج بيه خير. ما نضحكوش الريد بول حرام، كوكا حرام، اللايك حرام، الايفون حرام، ما كرهناش نحرموا كل شيء حتى الهواء والماء. واحد صاحبي قال لي خير دو الريد بول حرام ياك اخي، قلت له اه عندك 3 دراهم شحال في ستار صودا؟ الريد بول 17 درهم كتقول لي ماشي حرام. واش الاخر عنده 3 دراهم شرب فيروزه وشرب جوكي؟ عرفتي اللي كيزيدوا عليه شحال كيعمل؟ درهم زيد له 15 لتر ديال الماء وانت عندك 15 لتر تسوق والسفافه ب 50 وعندك شامبو. كيهضر لي على الريد بول كتعمل 15 درهم وخليها المواليه انت حرام. وكيقول قال لي كوكا حرام، قلت له علاش؟ واش قال لا، قال لي انتم باللحيه وكتشربوا كوكا. قلت له علاش حرام؟ قال لي ما نقدرش نحلل ونحرم. قلت له انت تقدر عاد بالبنة صافي وعلاش ما شربوها؟ قال لي ولد الميريكان. قلت له ولد الذين انت العمره كتمشي لها على الحمار، كيمشي لها في الطياره دبان البوينغ دبان ممتازة البوينغ ديال امريكا. لا هو يركب ويطلع البنان ديالو في البوينغ، ولكن يقول امشي على الحمار نحيد الحمار ديالنا احنا في المشروع بسمع فني حسان ولا فني عروس الحمار ديال البوينغ ديال امريكا. لا مشي على الباغلة ديالنا هو، لا البوينغ ديال امريكا يمشي فيها وكوكا لا. وكاين اللي كيقول لك لا مايك حرام. واحد الاخ شرا واحد البلغه في تطوان جديده البلغه، املا في رجلو مشى المطار فايد بوخالف وركب في الطياره مشى لبرشلونه. صادق كنعرفو ملتزم بالله، نزل في المطار في برشلونه هذيك البلغه تفتح لها دقمه. علاش كوره وسخانه وكذا لصاق ديك الشيء مغشوش، تفتح لها دقمه هكذا القاعه ملصاق شي مزيان كعا هو مشى لواحد الحانوت كتبيع الصنادل ديال النايك. واش راه الصندله ديال النايك بشي 40 الاورو ولا 35 الاورو ويمشي 40 الف فرنك شي واحد الصندله ديال النايك واحد شنو يعمل البلغه؟ لوها عمل ديك الكارطونه ديك الصندله ورماها في سطال الزبل يعني. ومشى ديك الصندله ديال النايك ما يوصل ديك البلاصه فين كيكون هو، قال له الله يا اخي ملتزم ولا حي وكتلبس النايك. النايك ديال اليهود، قال له اليهودي هو اللي عدل ديك البلغه، هذاك هو اليهودي. علاش غش؟ قول لي هذاك اليهودي هو اليهودي ماشي اللي هذا الله. الله كصايد موتي ورتوها الوراثة ويبقاو يلبسوها عاود يموتوا هما. الله الناس كتخدم ماشي حنا كنغشوا، حنا معقدين من الساعة هذي. رجعوا للسنة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم وقراوا ونشوفوا بأن الحياة الطيبة هي اللي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة سهلة. حنا لا معقدين والدين ما عرفيناش وكنحرموا كل شيء على هذه حرام. واحد تلاقاني قال لي في رمضان واخي رضوان كروني حرام كتفطر في رمضان ياك؟ قلت له اه كتفطر اذا شربتيها. قال لي قلت له اذا شبرتي القرعه كروني وشربتيها راك فاطر. قال لي نشربها. قلت له اش كتقصر انت؟ قال لي لا الرشه. قلت له رشه ما تخليش الناس بالريحه هذه العراق تقتل عباد الله. اخر قال لي كروني حرام. واحد قال لي البحر في رمضان كيفطر. قلت له اذا شربتيه، اذا شربتي البحر كيفطر، اما العوم عوم مع راسك. واحد شنو غايقول لي؟ شوف دابا حنا واش كنعرف حنا راسنا عامر عبر الخرايف، هذه حرام هذه لا هذه. قال لي دو تما خصك شي انسان يدوش رمضان، يقدر يكون كيدوش ويدخل الماء. قلت له انت اذا متقوب من الفوقية مي غيدخل الماء صح الكارثة، مي غيدخل الماء غيدخل الماء، انت كدوش عقول لي مي غيدخل الماء انت. فضيحة وسهلة. لا وزيد وزيد وتيمم التيمم عندنا صعيب. التيمم ديال الرسول صلى الله عليه وسلم شنو هو؟ ضرب يدك في التراب نفقو ويدك، هذا هو التيمم. ها وجهك ويدك هذا هو التيمم. اجي تشوف التيمم ديال عمي مفضل شبر الصمام كيحكي هنا تبيسته
أو يحب هذا واحد شفتوه كيعمل حجر التيمم مراود انه هيدا كيعمل هيدا قلت له ديالنا قال له قلت له باقي لك المضمضه بدا هذيك الصامه ولا خصو المضمضه هيدا بدا هذيك الصامه باش دوغلك وانت هاكاو من تيمم هذا تيمم صحيح غا تيمم فاض يدك وجهك شحال الثواني خمسة ثواني انت متيمم خمسة ثواني الاغتسال كذلك سهل المسح على الخفين التقاشر اخر شفتو كيمسح على التقاشر حاش يدو في السطال وكيمسح حيده ومن تحت تحت ديك التقاشر قلت له شوف حشيهم في السطال معدب راسك انت باش تشيخو مزيان باش يتشخشخو بالماء هذا تيمم هذا هل المسح على الخفين نفض يدك من الماء ومسح من الفوق هايدا صاف مسح خديجة شحال عندها من عام؟ 40 سنة شحال زايدة عليه؟ 15 هو كان عنده 25 باش نختموا إن شاء الله بغيتكم توقفوا معايا في هذه النقطة هذه وتسمعوا مزيان الرسول صلى الله عليه وسلم زوج بالمرأة عندها 40 سنة وهو 25 زايدة عليه 15 عام تقدر تزوج بالمرأة زايدة عليك 5 سنين يخليهم عائلته ولا يمك تقول لك المنكر 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 احنا مع الجيران والعائلة اختك تقول لك لا والو لا تحشمنا خمس سنين ما يخليوكش ماشي 15 فوقاش يخليوك ددي مرة كبيرة إذا جبتي شي شقفة شي قورية شارفة زايدة عليك 40 سنة أختك وتزرفك تقول لك ديها الخاوة باقا شفرة في راسك وهي غير شفرة في راسها لا كاروسرية لا موطور ما نوتشي واخا بالدفع ما ددي مرة القورية واخا ومسلمة ما يخليوكش ديها الرسول صلى الله عليه وسلم دار مرة زايدة عليه 15 عام 15 عام صافي لا حاجة أخرى هو سيد ولد آدم وقبل يديها 15 عام زايدة عليه وسبق له تزوجت واحد الراجل الأولي ومات تزوجت بالثاني ومات والرسول صلى الله عليه وسلم الزوج الثالث زايدة عليه 15 عام وسبق له تزوجت جوج المرات وداها صلى الله عليه وسلم أجا عند شي صاحبك قول له واحد بنت خالتي راه عام مرة سلعة الآداب والأخلاق والصلاة والعبادة والجمال زوجت مرة اليوم مثل الراجل ومرة الثانية ومات لها الراجل دابا إذا بغيت يديها صاحبك قول لك لا والو هذيك الكاف يا خويا اقول له ديا اقول لك انت عايم معاك قتلت التاني كمل بيا انت قتلت نسحق ليا قتلت بحال واحد الدوله عنده قاعده الرجال كيعملوا الطرابش واحد زوج واحد المراه عندها الدار ديالها سيد زوج واحد المراه عندها الدار ديالها وكاز العرس ومشى معاها للدار فين دخل للدار ديالها دار المراجل اللي يسكنوا فيها يعيش معاها دخل جبر واحد بيرشال معلق العلاقة ديال اللوح فيها ثلاثة طرابش معلقين قال هذا جا الطراب قلت منهما قال له الطروج ديال الراجل ديالي الأولي مات محروق والطروج ديال الراجل ديالي مات غرق في البحر مات غرقان والطروج الثالث ديال الراجل ديالي مات مقتول الثالث هو يقلع الطروج ديالو علقة قال له قل له ماذا الطروج الرابع ديال الراجل ديالي اللي فلت بجلده هو يعلق خرج وراه يا أخي محروق ماشي محروق شي مسلو النوبة ديالها لا ياكلوا الدار ولا شويوه ولا ما عرفتش لا ياكلوا شي حمار سيد خاف قال له قل له ماذا الطروج ديال الراجل ديالي الرابع فلت بجلده هذا لا محروق لا خاف السيد الرسول صلى الله عليه وسلم لا الدار مرة زوجة جوج المرات وهو المرة الثالثة عندها 15 عام زايدة عليه وهكذا وداها وبارك له الله فيها وكنت نقول عليها إني رزقت حبها إني رزقت حبها قدر نقول شي واحد المرة ديالو دابا شي واحد مزوج عنده شي 10 سنين ولا ويقول لها المرة ديالي ربي رزقني الحب لهذه المرة هو أصلا كلمة الحب حنا عندنا عيب واخر كنقول له كتكون كيجلس معاه كنقول له الحب شكون الوالد ديالي صاحبي علاش هو سمع هذه الكلمة أنا نقول لكم وغتبان عليكم الحب 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 الله الحب الله والحب الله والحب الله والحب الله 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 الحب الرسول صلى الله عليه وسلم قال إني رزقت حبها شحال تقولها هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم واحد قضية أخرى الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعامل خديجة معاملة طيبة ومين ماتت كان كيتفكرها وكان كيصيفط لصحاباتها كيقول لها كل الحمد كيقول لهم طيب هذا الحمد ديالها صاحبتها خديجة واحد مرة فرشت العباية ديالو فرشها في الأرض وجلست عليها واحد المرة كبيرة قالت له عائشة شكون هي ديك المرة فرشتي لها تعجبت المرة هذه اللي فرش لها
الحوايج ديالو فرشهم لها في الارض وجلس بدا كيتهاوى معها الرسول صلى الله عليه وسلم. قال لها هذيك صاحبته خديجه كتجعلنا الايام خديجه، تذكر الذكريات مع خديجه. واحد المره جات اختها خديجه هاله عيطت والرسول صلى الله عليه وسلم سمع هذا. علاش؟ الصوت عند خديجه وفكرات بخديجه، كان يحبها حبا جما، ولهذا قال اني رزقت حبها، اني رزقت حبها. واحد الفقير قال في واحد الدرس قال للناس، قالوا ما عباد الله شوف الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمرأة ديالو اني رزقت حبها، انتم علاش ما ترجعوا شي للديار ديالكم وتقولوا للنساء ديالكم كلام مزيون؟ شي واحد فيكم يرجع يقول للمرأة ديالو الحبيبة ديالي انا كنبغيك؟ قالوا من الفقير هذاك مشى بحالو، واحد قال راه طيب هذا الكلام مزيون، ارجع نقول للمرأة ديالي شني فيها نقول؟ مشى للدار حل الباب ديال الدار فار المرأة ديالو في وسط الدار، قال لها الحبيبة ديالي انا كنبغيك. قالت له شارب اليهود ياك؟ قالت له شارب ياك؟ شارب رجعتي تشرب؟ علاش ما تيقتش هو صاحب؟ قال لها هذا لا غلب. علاش السكيني فوقاش كيرجع فوقاش المغربي كيرجع رومانسي؟ تا كيسكن والحنان والبكي شحال واحد كيتلاقاك سكنه معدل وكي انا كي تلاقى لي خير الوالد دايما انا ويبوس والبوسه قد هيدا ويبوسك هنا ويبوسك ويدير لك علاش عاد كينزل عليهم الحنان وكذا ميكي هو عاد خلق لنا ديك الهضره قال علاش ما مولفاش ما مولفاش تسمع مني ديك الكلام مزيان مولفا عاد كيدخل كيقول انا سخن ديك الطاجين سخن مولفا يقول لها الحبيبه ديالي ابدا مولفة بالرومانسية، أصلا حنا مكنعرفوش الرومانسية، واحد زوج بواحد المرا وجلس كيلعب يلعب لها في الصباع الصغيرة هيدا، كيلعب لها في يدها هيدا، وش فهمتي جا هو قال لا أنا نقرط لك هذا الصباع، قلت له والله ما تقدر، وهي تسمع قرطلي، كتحدى فرس النار، ما كيعرف لا رومانسية لا والو، غيبوس لها ديك الصباع يقول لها أنا نقرط هذا والله ما نقدر راه نبوس يحسب لها هكذا يحسب لها الراجل رومانسي ما حسبناش يمزوجها بواحد القرن قرط 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 يده شنو الرومانسية كيعرفها فلهذا الانسان يحرص انه تعامل مع الزوجه ديالو مزيان بحال الرسول صلى الله عليه وسلم سقصاوه بالعربيه باينه واحد صحابي سقصى الرسول صلى الله عليه وسلم قال له من احب الناس اليك شنو يجاوب عليه قال له عائشة قالوا الاسم ديالك احنا باقي عندنا عيب تقول الاسم ديال المرأة كاين واحد بعض القبائل تشوره شي البادية كتجبر الراجل كيقول للمرأة حاشاك ابو لهب وما زعمش يقولها اخر كيقول للمرأة حاشاك كيقول له كانت معايا المرأة حاشاك مصيبة علاش قال لك الاسم ديال المرأة ما كنقولوش الرسول صلى الله عليه وسلم قال له من احب الناس اليك قال عائشة الاسم ديالها وحنا لا دابا اذا قلتكم انا دابا مثلا ونقول لكم انا اليوم جينا نفرحوا مع الاخ حمزه والزوجه ديالو ايمان نقول لك الدعيه بخير قول له حمزه وصافي جبد ايمان على ذوق واش هو ماشي انا عقلت صافي هو ما نعرفش من اسم طاح فيه انا ايمان اللي عاقل ميتا شنو تقولوا يا حمزه الدا حمراء اسمها ايمان ايمان وقال الله اعلم شنو الاسم ديالها احنا عاطينا ميتا ونقولوا مبروك مباركوا الاخ حمزه والزوجه ديالو ايمان مثلا فين العيب هنا والرسول صلى الله عليه وسلم قال الاسم ديال المراه ديالو واش وحسين الزواج وباباه زوجو صاحب واحد المراه ما كيعرفها ما ولو عمره ما شافها يومين جابوها له للدار العرس ديالها اول مره غتشوفها جبره قبيحه على وجهها قال لي اش من ذنب عندها هو باباها زوجها صحه وانا بابا زوجني صحه احنا اش من ذنب عندها قال راه نسقسيها شي اسم يكون عندها شي اسم زيون منى نجلاء نجوى حسناء شي اسم ينسيني وخايف ماشي مزيون